حامل لكتاب الله وحاصل لهذه النتيجة المشرفة. إن الله تعالى فاجأني يعني بهذه البشرة الصارة. قلت له هنا تجيب رقم مقياس. عارفة إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد باللي رئيسنا يعني في المستوى اللي يأخذ محمد بعين الاحتبال إن شاء الله. مشاهدي قناة الجزائر تي في، اليوم رانا بغليزان حي العافية يعني بهذا المسجد، مسجد الصفا، أين يقطن مسقط رأس محمد الأمين الذي تحصل على المعدل الأول وطنيا. أنا مع الحاج الجارو الذي ينشط في جمعية علماء المسلمين، يقدر يقولنا هذا الابن محمد النابغة اللي نتمنوا له مستقبل ظاهر إن شاء الله، يعني كيفاش كان يعني مقبل يعني خارج الدراسة في المجال الديني. معكم الأستاذ بن عودة حيرش، عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والرئيس الشرفي لشعبة غليزان. بهذه المناسبة السعيدة المتمثلة في حصول ابننا محمد الأمين بن قداش على المعدل الذي يستحقه، وهو معدل باهر أحسن ترتيب على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2022-2023، والتي حازها باستحقاق. جئنا كغيرنا من أبناء هذه الولاية لنبارك للعائلة وللابن بصفة مباشرة، فالتقينا الحمد لله أن الفرحة عمت تقريبا كل أبناء هذه الولاية، لأن كأن الولاية زفت للجزائري هذه النتيجة المبشرة. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هنا أكرم فعلا، ومما زاد في هذا الإكرام هو الحصول على هذا النتيجة في حدود علمي. هذا النجاح، قبل أن أتحدث عن ابننا وعن العائلة، هذا النجاح هو ثمرة من جهود مضنية للابن ومن تنظيم، هو ثمرة للأسرة. بالمناسبة الوالد والوالدة أيضا هما من أسرة التربية والتعليم بالثانوية، يعني حضر وحضر جيدا وأعان هذا الابن، هو ثمرة من ثمار هذه الثانوية التي من نافلة القول أن أقول التي كان على رأس هذا يوم عم الناجح سي الحاج عبد المجيد بن قداش اللي هو الآن عضو في مجلس الأمة. وبالتالي هذا النجاح متعدد الجوانب. أما عن ابننا، ربما فيه خصلة من الخصال، فيه خاصية من هذه الخصائص، وهو أنه ومما ينبغي أن يشار إليه أن محمد الأمين هو واحد من الذين يحملون كتاب الله عن ظهر قلب، الحمد لله. فاجتهاده في حفظ كتاب الله، توفيق الله له، كان أيضا من ثماره. ما نقولوش حتى لا يفهم الناس أنه لغة دروشة باللي قرآن هو الذي، لا لا، حفظه للقرآن، مثابرته مع القرآن جانب، لكن اجتهاده كما علمنا من الأسرة وترتيبه وتنظيمه الأمور يعني شيء آخر. فكان نجاحا مزدوجا، حامل لكتاب الله وحاصل لهذه النتيجة المشرفة التي نرجو أن يكون لها ما بعدها.
محمد الأمين يعني نحن نعرف الأسرة جيدا، أسرة بن قداش معروفة في هذه الولاية، أبا عن جد أعماما وأيضا أخوالا كلهم من قطاع التربية تقريبا، كلهم لهم سمعة طيبة ولا نزكي على الله أحدا، ولكن بهذا النتيجة شرف الولاية وشرف الجزائر وشرف قطاع التربية. ابن نشأ أمامنا سواء في جمعية العلماء المسلمين أو في الحي هذا، يشهد له كل سكان الحي، نشأ نشأة طيبة، وبالتالي هو من الغرس الطيب اللي ينشأ في كتاب مع كتاب الله وفي بيت الله. لذلك هذه النتيجة احنا بقدر ما فرحنا لم نفاجأ بها، هو فوجئ واحنا فوجئنا، لأن 19.50 أنا قلت له ليس ممازحا لكن مخففا عنه، لقد أتعبت من بعدك، يعني الذي سيحطم الرقم القياسي في السنوات القادمة لابد أن يبذل جهد كبير. فإن شاء الله هو في الحق هذه ثمرة طيبة مرجوة، ونتمنى له هو وللجزائر إن شاء الله ولكل أبنائنا مستقبل، فقط إن كان ولابد من قول طلب ولكن أقول التماس من الجهات الرسمية أن تعتني بهذه النتائج بهذه الثمار بهذا النشء المبشر، حتى يكون إن شاء الله خير خلف لخير سلف ويخدم هذا الوطن بما ينبغي. ومن زرع حصد ومن كان له هدف في هذه الحياة بإمكانه أن يحققه إن نظم حياته جيدا. رسالة إلى المصلحين إلى الأساتذة إلى المربين، لا ينبغي أن تنظروا إلى نصف الكأس الفارغ، لكن فيه جيل صاعد إن شاء الله مبشر ويبعث على الأمل. وأنا بصفاتي ربما عضو في هذه الجمعية جمعية العلماء المسلمين، السنة الماضية حضرت أكثر من حفل تكريمي، فوجدت أن الذين حصدوا المراتب الأولى من الذكور من الإناث أغلبهم، حتى لا أقول كلهم، أغلبهم من حفظة كتاب الله. فهذا إن دل على شيء بأن الجهد الذي بذله المجاهدون والشهداء والمصلحون من قبل والزوايا والخيرون لم يذهب سدى، ستبقى الجزائر إن شاء الله بقيمها. ختاما أنا أقول ما دامت الجزائر تتكئ على هذين السندين لا خوف عليها. السند الأول الاهتمام بالقرآن الكريم، في هذا الصائفة مع شدة الحر ما يقرب من 50 درجة في هذه الأيام وهذا اليوم الذي ظهرت في هذه النتائج، راه فيه مخيمات مكثفة على عرض وطول الجزائر من الشرق إلى الغرب لتحفيظ كتاب الله ذكورا وإناثا بالآلاف. الاهتمام بالقرآن بوصلة مؤشر إيجابي. والمؤشر الثاني، ما دامت الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، فهو مؤشر على أن الجزائر لا خوف عليه بالقرآن وببيت المقدس إن شاء الله مع هذا الجيل الواعد. صدق شيخنا الشيخ بن باديس رحمة الله عليه حينما قال: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب. كذلك بن باديس قرأنا عنه أنه كان يرفع هذا الشعار ويقول: فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجبة. هو بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي، لكن لما أكرم الله الجزائر بالاستقلال 62، وإحنا بالمناسبة مرت علينا الذكرى 61، 5 جويلية 62 بعدها بأيام ذهب أحد تلاميذ الشيخ بن باديس وهو فضيلة الشيخ أحمد حماني رحمة الله عليه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق، ذهب إلى قبر الشيخ بن باديس في قسنطينة، وقف على قبره ترحم عليه ثم قال هذه الكلمة وهي رسالة هادفة، قال: يا شيخنا رحمك الله وطيب ثراك، لطالما رددت على مسامعنا، هذا الشيخ أحمد حماني، لطالما رددت على مسامعنا هذا البيت: فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجب. قال: يا شيخ جئت لأبشرك بأن العجب حل في الجزائر وهو الاستقلال، وإنا لننتظر العجاب. هذه ثمرة من ثمارات العجب إن شاء الله، وهي حفظ كتاب الله، التخلق بالأخلاق الإسلامية، الالتزام بقيم المحافظة وحب هذا الوطن، ثم الاجتهاد في الدراسة. هنيئا لكل أبنائنا بناتنا، شكرا لوسائل الإعلام التي صاحبت هذه الفرحة للجزائر كلها إن شاء الله. نهنئ وزارة التربية، نهنئ قطاع التربية، نهنئ الأساتذة العائلات، ونرجو أن تعم الأفراح على هذا الوطن العزيز إن شاء الله. وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الوطن محفوظا من فوقه ومن تحته، ومن أراد لهذا الوطن الخير من أي موقع كان اللهم اجمع له خيري الدنيا والآخرة، من أراد لنا سوءا أو مكروها اللهم اشغله في نفسه، اللهم أدم النعم واحفظها من الزوال. مجددا بارك الله لابننا محمد الأمين بهذا التتويج وهذا الشرف إن شاء الله له وللأسرة وللحي
وللمدينة ولقطاع التربية ولغليزان وللجزائر عامة الأفراح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشكرا لكم مرة أخرى. شوفوا العم تاعو اللي يقدر يقولنا كلمة. زيارة ابن محمد بن قداش اللي هو ابن الأخ، فيما يخص هذه النتائج وتكلمت عن النابغة محمد، احنا نجمو نقولوا دائما أن النتائج لا تكون عملا فرديا بينما يكون دائما عملا جماعيا ومدروسا، كما ذكر أيضا الشيخ فيما يخص هذه النتائج. بالطبع حفظ القرآن كان له جزء كبير من هذه النتيجة، إضافة إلى المجهود الخاص لمحمد والعائلة اللي هي الأب والأم الذين سهر على هذه النتائج، والطاقم الإداري والتربوي خاصة. أتذكر أن محمدا كان نابغة من الابتدائي والمتوسط، كان يتحصل دائما على معدلات أكثر من 19-20، وهذه النتيجة لم تفاجئني أبدا، وكنا ننتظر هذه النتيجة بكل تأكد وبكل ثقة. ونشكر أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى الذي وفقه على هذه النتيجة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شاهدنا الكرام، نتجه الآن إلى منزل محمد الأمين يعني لنلتقي بعائلته ونشارك فرحة الأم وفرحة الوالد. الله يبارك محمد خونا، الله يبارك، إنسان في المستوى من ناحية العلم الأخلاق، الله يبارك، شرفنا شرف قاع ولاية غليزان. إن شاء الله نشوفه في بلاصة إطار إن شاء الله بربي، إن شاء الله الدولة تكفل به وتقدمه باش يعطي المجتمع تاعه إن شاء الله بربي. مناسبة احنا نتمنى التوفيق لمحمد خونا ولك صديقي وزميلي من الأيام الابتدائية، ونتمنى له النجاح في مسيرته الدراسية. هو اللي كان صاحب 90 سنة. الله يحفظكم ويرحم الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك فيك، إن شاء الله الله يحفظك، خليك إن شاء الله تجرى أيسرنا إن شاء الله يا ربي. يا قيف الدعاء. ربي يحفظك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة جزائر تي في، جزائر تي في أول قناة إلكترونية في الجزائر، اليوم رانا مع محمد الأمين الذي تحصل على معدل 19.50 الأول على المستوى الوطني. محمد، واش تقولنا يعني أنت تحصلت على المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وهل كنت تنتظر في هذا المعدل؟ يعني بالنسبة للنتيجة يعني بصراحة كنت أتوقع معدل عالي، يعني بذلت مجهودات خلال السنة، ولكن الله تعالى فاجأني يعني بهذه البشرة الصارة أني كنت الأول وطنيا، يعني شيء لم أكن أتوقعه، يعني لم أكن أنتظر أن أكون يعني في المرتبة الأولى وطنيا، كنت أنتظر معدل عالي ولكن ليس الأول. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. من هذا المنبر أنك تحصلت على هذا المعدل، يعني كاين طلبة يحوسوا يكونوا مثل محمد، طلبة وطالبات، يعني ممكن تعطي لهم كما نقولوا السر؟ هو بصراحة السر في أي نجاح وليس فقط في البكالوريا هو أولا التوكل على الله تعالى، والتوكل معناه أن تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ولكن القلب تاعك يكون معتمد على الله تعالى وكأن الأسباب ليست بشيء. مثل الإنسان يسعى يجتهد يحفظ دروس تاعه يفهم، وأيضا يكثر من الدعاء ويكثر من الأعمال الصالحة يوفق الله تعالى. يعني مستقبلا وشركة متمني إن شاء الله؟ يعني أنا متمني أني يعني نشوف الجزائر دولة يعني متطورة، وكذلك الأمة الإسلامية ككل يعني، ولهذا لابد أن احنا طلبة والشباب لابد أن نحصل على تكوين جيد، يعني علم، يعني أحمد الله تعالى وأجدد شكري له سبحانه، يعني فبفضله حققت هذا، ثم أشكر والدي الكريمين على الدعم المادي والمعنوي، يعني لولا جهودهما ما حصلت على شيء مما حصلت عليه، وكذلك الشكر موصول لجدي على الأدعية
يعني كان حريص جدا على ببركة دعائه نلت هذا الفضل. وكذلك الشكر موصول للأساتذتي طوال مساري الدراسي، وكذلك للمؤسسات وطاقم الإداري والتربوي، يعني جزاهم الله جميعا خيرا. محمد أنت حافظ لكتاب الله، يعني شيء عظيم، وش زدت تعبرنا على هذا الشيء؟ بالنسبة للقرآن الكريم يعني هو فضل على فضل، يعني صاحب القرآن يرفعه الله تعالى في الآخرة ويؤتيه الفضل والمكانة في الدنيا. وطالب البكالوريا يعني أنصح المقبلين على البكالوريا السنة القادمة، وأي طالب متوسط لابتدائي دائما يغتنم العطل هذه الصيفية، يدخل في برامج الحفظ، ركين برامج الحفظ المكثف مثل برنامج النهضة بالقرآن الكريم، يدخل في يحاول يحفظ، لأن هذا سيكسبه ملكات تساعده في الامتحان البكالوريا، حتى في الأدب العربي، في الفلسفة، في الشريعة، تعطيه رصيد ثقافي، رصيد معرفي، رصيد لغوي. والقرآن الكريم يعني وفضلا عن أنه أجر يعني بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، معناتها فضل كبير جدا الحمد لله. شكرا لك الأخ محمد. ننتقل إلى جد محمد، يعني هو اللي يقدر يعطينا كلمة ثانية على الفرحة. محمد السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مرحبا بنا عندكم ومرحبا بك عندنا في قناة زيرتيب. الله مرحبا بكم والله يحفظكم، أنتم جيتوا هنا تشرفوا ولد ولدي إن شاء الله، والله يحفظكم أنتم والله يقويكم، وهذا الدعاء دائما ندعي له انا والولد ندعي له والله. قلت له هناك تجيب رقم مقياس. عمي الحاج دمعتك دمعة فرح، اللهم بارك. الله ما شاء الله، يعني عندك حفيد تفتخر به. الحمد لله افتخر به، افتخر كاع الشعب الجزائر كاع ووليدات الغليزان هاني، راهم كاع الله يحفظهم، كاع الاولاد الله ينجحهم ان شاء الله. ولهذا ماذا بهم فاني القران يعني فاني مليح للانسان، فاني يعاونه في الدراسه تاعو ولا يعاونه الله. ولدتم فان الله جيتونا بالخير والبركه تاعنا الحاج. الله يسلمك. وجه رساله تاعك مباشره لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. الرئيس راه على باله، وهذا الشباب اللي تقرا كيما هكا يساعدوهم في الطلب تاعهم، يساعدوهم ان شاء الله. الله يساعدهم ان شاء الله، اكيد يساعدوهم. امين ان شاء الله. شكرا عمي الحاج. رانا مع الاب محمد كذلك اللي راه يشاركنا الفرحه، فرحه الابن تاعو محمد الامين. الحمد لله، الحمد لله الذي وفق ابننا الى هذه المرتبه، وذلك بفضل دعوه الحاج التي نقولها ونعيدها، الله يعطيه نقطة قياسية في الجزائر. وكانت كما كان الصدق في الدعاء، وكانت الدعاء يعني بدمعة من القلب، فالله تعالى يستجيب لصاحب الشيبة، وإن شاء الله يزيد السيد رئيس الجمهورية يستجيب فانيك لدعوة الوالد، باش إن شاء الله يتهلاو في الولد ويحطوه في المكان التي يطور بها الأمة والوطن، وطن الحبيب اللي هو الجزائر، بلد الشهداء، بلد المليون النصف مليون شهيد. والأم يعني ديما حنينة، الأم ديما قلبها على وليدها، الأم اللي تعبت هي اللي تعطينا الكلمة على الإبن تاعها محمد الأمين. محمد الأمين في الحق ما تعبنيش في المسار الدراسي تاعو، ما تعبنيش الحمد لله، هو يتعب الروح ويجاد الروح ومنظم، ما غبنيش في المسار الدراسي تاعو الحمد لله يا ربي، وهذا توفيق من الله. نسأل الله عز وجل إن شاء الله يوفقه إن شاء الله باش يتحط إن شاء الله في المكان اللي يستاهله إن شاء الله. صراحة أنا محمد ما كانش عندي ولا درة شك باللي يكون من الأوائل، خطر نعرفه دروك أنني أستاذة وأم، نعرفه باللي عنده تميز، ماهوش كيما ماهوش طالب عادي يعني. وكنت ندعي له، كنت ندعي نقوله يا ربي لكان فيها خير يتحصل محمد على معدل إن شاء الله يكون أعلى على مستوى الوطن، وفيها خير ليه يا ربي حتى تسهلها، وإلا يا ربي فيها حاجة الله تبعدها عليه إن شاء الله. لكن اليوم تولى كان قلبي محسسني سبحان الله، نقول باللي إن شاء الله غادي يكون عنده لقاء مع رئيس الجمهورية. شرف عظيم لنا إن شاء الله نلاقوا رئيس الجمهورية، وهذا بدات اللقاء هذا تمنيتها في واحد من ولادي، خاطر الحمد لله خاوتو تاني اللي قدامه كانوا نجباء، لكن ما حقوليش الرغبه هذه، كنت باغيه نتلاقى مع رئيس الجمهوريه ومع ولدي، والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي.
وما عنديش ولا درة شك يعني في حكومتنا وفي رئيسنا. عارفة إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد باللي رئيسنا يعني في المستوى اللي ياخذ محمد بعين الاحتبار إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله أنني باغية القدرات محمد ولا أي طالب كيما محمد، نتمنى إن شاء الله يكون محطوط في بلاصته إن شاء الله باش يعيد على الجزائر، يعيد عليها بالخير والنفع إن شاء الله يا ربي. أنا مع خالة محمد الأمين، يعني شاركتنا الفرحة ثاني، بغي تقول كلمة. دهشت أنا يا صراحة، وكنا متوقعين في الحق النتيجة، لكن أول وطنيا الله أعلم، لكن هو من الأوائل، يعني هو تلميذ متميز في تفكيره، يعني تحسه باللي هو أنوم، هو صغير في اللاج تاعو، يعني هو يعني كبير، يعني كبير في العقل وصغير في اللاج. طريب يا وي فوالا سي سكو جو فدير، يعني وانا كاستاذه يعني استاذه الرياضيات كنت يعني راني في بيت الاساتذه. اللهم بارك يا رب العالمين. على ما اظن انه هذا الشيء إيريديتار وراثي. ممكن جدا، نعم يعني ممكن جدا يكون وراثي، يعني احنا انا فرحانين من اسره التعليم خرج منها يعني واحد متميز. احنا كاع رانا فرحانين كعائله وكاساتذه صراحه. ونحن كنا انا كنت ندعي له، يعني اشهد الله بلي كنت ندعي له في الطواف وفي السعي وفي الرجم، كنت دائما نقول له يا ربي اعطيه حتى ترضيه، كنت ندعي له لخاطر متميز ويستاهل، يستاهل. انا التلاميذ تاعي العاديين ماشي ولد اختي، العاديين كنت دائما ندعي لهم في السجود نقول يا ربي اعطيهم حق التعب تاعهم، وربي لا يضيع اجر عامل منكم، الشجره الطيبه تاتي اكلها كل حين باذن ربها. اسم على مسمى، إن شاء الله نأتمنوه على هذا النتائج، نأتمنوه هو محمد الأمين، وإحنا رانا مأتمنين على هذا النتيجة إن شاء الله. كما هو دائما عنده هدف يخدم البلد، إن شاء الله يكون من بين الناس اللي يقدموا هذا الثمرة إن شاء الله. إن شاء الله هاد الناس يأخذوا نصيبهم أو حظهم من هذا التفوق، يعني هذا التفوق ما يكونش غير هكا حبر على ورق، إن شاء الله يدوا المناصب تاعهم اللي تليق بهم، كما قدموه جدودنا، كما قدموا الدماء. إن شاء الله حتى هما يقدموا الجهد اللي عليهم. أشكركم على هذه الزيارة الطيبة وهذه الالتفات الحسنة، وأجدد حمدي وشكري لله تعالى على هذا الفضل، وأجدد كذلك شكري لوالدي وللأساتذة ولكل يعني من دعمني يعني ولو بنصيحة ولو بيعني إرشاد، وبارك الله في الجميع. ونتمنى أن نكون يعني لنا أنا والشباب جميعا لنا يعني أثر وبصمة محمودة في الأمة إن شاء الله تعالى. كنا هنا من بيت عائلة بن قداش محمد الأمين المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا، كان معكم قرطي جمال الدين لقناة جير تي في جير تي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم حبيبي، بارك الله فيك، وانا بنسلم على المصحف ما شاء الله هنيئا لنا وحدة لكم للأسرة للقطاع، هنيئا الغليزان، هنيئا أسرة التربية والتعليم، هنيئا الثانوي، وهنيئا للمصحف. نعم بلي هذا المصحف كي نقراوه ونحفظوه ان شاء الله راح يكون من بين اثار، وان شاء الله ننجحوا في الحياه كلها، وان شاء الله هذه خطوه نحو نجاحات اخرى ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك. طازج حله جديده وذوق اروع. زير تيب اول قناه الكترونيه في الجزائر.